مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء الكبرى، وبالضبط في حي الفلاح. احنا أمام واحد الحالة صعبة بزاف. جار كيتعدى على الجيران ديالو، هرس الكاميرات ديال الحي، كيضرب الجيران ديالو، مؤخرا ضرب هذا الجار اللي أمامنا الآن، ضربوا في عينيه، تعدى عليه، ركب فيه، كيقول على حسب القول ديالو ركب فيه جميع الامراض. دابا ولا ما قادرش يدخل للدار ديالو، خايف على العائله ديالو. غنخليكم معاه باش يقربكم اكثر من شنو واقع. السلام عليكم اسيدي. السلام لله. واخا قدمنا راسك. ويلكم مصطفى، كتكون بهذا الحي، حي البركه. هذا السيد كان تفاجئ بيه، تا هبط من الطوموبيل، حل الطوموبيل عليا، بدا كيضرب فيا قدام الملاء وقدام الجيران وقدام الساكنه. واخا شنو السبب؟ ما عرفش شنو السبب، باقي ما عرفش انا شنو السبب. كان عندك معاه شي خلاف؟ بعيد على هذا السيد، هذا السيد ما في ما كيحترمش، عنده قل الاحترام. زدت واحد الخطره التليفون عيط لي، قلت لي سيدي احترمني ولا قيني، قال لي غنقي لك، قلت لي مرحبا، احسن حاجه درتي صافي. ها من بعد ديك النهار عاودنا شنو وقع؟ ما صافي، ما تكلفاش هذا السيد، جا كيضرب فيا ما فهمتش، انا ما عرفتش علاش كيتعدى عليا. علاش كنتي كتستاسيوني الطوموبيل ديالك؟ كنستاسيوني الطوموبيل، حتى كنتفاجئ السيد، تلقيت راسي كلي دم وكلي، وراه الجيران طلعوني للدار، هما اللي جاو فارقوني. فين ضربك؟ فين ضربك؟ حدا داري، حدا داري. قلتي ضربك في العين ديالك؟ ضربني في العين ديالي، دابا انا ما قلت لك ما كان كنشوف فيها الضبابة، دار لي هاد السيكاتريز. واخا مشيتي ديكلاريتي بيه؟ مشيت ديكلاريتي، وكنطلب من رجال الحموشي ياخذوا لي الحق ديالي، هادشي اللي كنطلب. ما كاين قانون في البلاد الحمد لله. اكيد كاين قانون في البلاد. كاين السلطه، كاين القانون. وقلتي لي بان هاد السيد ما كيتعداش غير عليك انت، يعني السكينه كلها. السكينه كامله هما الجيران، كون جيتو في الليل غنهبطوا السكينه كامله، ديجا مهرس لهم كاميرات، شكون كتكون انت في ملك الله؟ هرس الكاميرات ديالي. هرس الكاميرات ديال السكينه، هما اللي داروهم. شنو السبب؟ ما باغي هاد السيد. يعني هذا كيسحب راسو عايش في غابه، كيجي وكيتعدى هكا. اه قال لهم لا ما ديروش الكاميرات، وحقو هذاك سكن مشترك ماشي سكن ديالك بوحدك، باش قال لهم ما ديروش كاميرات. الناس دايرين كاميرات على الحمايه ديالهم وعلى السكينه. قلتي لي في العيد كان خدا لك الحولي. اه العيد خدا لي حولي، ومن جد دوا مع الناس قال لهم لا ديت غير الحولي ديالي. جيت عند السيده اللي حاط عندها الحولي، قالت لي وليدي هز اللي بغيتي. قلت لها انا ما بغيتش ديال الناس، انا باغيها ديالي. وها هي المراه كاينه معاهم في الموبل، عاد بقى كيديروا معاه شحال هو كيتهز ويتحط، عاد مشى جاب حولي دا تال السيده رحال. واخا حسيتي بالحقره؟ بزاف بزاف. يعني قلتي لي عندي 47 عام وجا هكا تكرفس عليا. وانت كتشوفي اختي بغينا نعرفو. حسيت بك تاثرتي؟ لا بزاف، ما كذبش عليك، يدي كيترعدو. وانت كتشوفي الحاله ديالي، شي زعما كنمثل ولا كندير شي مسرحيه. الحمد لله برزقي ومسير شركه، وكنحترم الناس، كنحترم الصغير والكبير. يعني حسيتي بحقرك؟ بزاف. لا يمكن تجي تحل لواحد الطوموبيل تجي تضربو، جيتي مع فمك. حنا عندنا عقل، عندنا مخ، عندنا ضمير، فينا الحياه. كاين اسلوب الحوار. كاين اسلوب الحوار، فوالا، ما تجيش وتحط على يدك، حنا ما لعبناش كومبا. تنقولوا لاعبين كومبا. واخا إلا كان كيشوف فيك شنو تقول له؟ شنو الرسالة اللي توجه له؟ والله غياخذ في الحق. لا غياخذ فيها، وانا كنطلب من رجال الشرطه يدخلوا صافي وياخذوا لي حقي، حتى لو لقاوني دار يديروا فيه ما بغيت. خاصه اننا كنعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار. هذا ما عندوش الاسلام كاع في الدماغ ديالو، واخا هو كيصلي ما عندوش الاسلام. واخا الا جا وتسامح معاك تسامح معاه؟ لا ما تسامحش معاه، حتى ما كنظلمش، كنظلمش ما عمرش واحد تعديت عليه. كنسمع في حقي، قلت ما خليت حتى مدينه في المغرب ساريتها، ما عمر شي واحد جا تكرفس عليا. كنحتار الصغير والكبير واللي عنده واللي ما عندوش، كندير راسي حاد راسي حتى لاقصى درجه. ولكن حتى واحد يجي يبقى يعطيك بالبوني في قلب الحي وقدام وليداتك؟ ومرتي على هاطا دايره عمليه على عينيها، الوليده ديالي مريضه. السيد ما عندوش ضمير، ما عندوش ضمير. يعني واخا يبغي يرجع يتصالح معاك ويساليو هاد الخلاف؟ لا ما تسمحلوش. ما يتصالحش معايا، ما يدوش معاه، انا بحال هكا. واخا شنو تبغي تقول للناس اللي كيديروا هاد الشيء وكيتعداو على الجيران ديالهم؟ عيب عيب عيب. شو تزرب ضرب؟ علاش ضرب؟ وانا بنادم تناقش معاه، اللي درتي واللي درتي. كاع كنخطئوا، ولكن ما تخطاش بايدك، خطا بلسانك، بلسانك وعيب تخطا.
محسك تهز يدك تضرب في بنادم لا. خاصة أن قلت لي بأنه صغر منك. آه ماشي قدك في العرش. ولا عندي أنا ديك العقلية ديالو. ما عرفتش شنو درت ليه. ومع كذلك كنصبر في حقي، باقي لحد الآن كنصبر في حقي. الناس كنتسالم فلوس وما كنديرش معاهم العنف. كنتسالم. كنصبر في حقي. واخا شنو الرسالة ديالك للمسؤولين؟ ياخذوا لي حقي. ياخذوا لي حقي. وعندي ثقة في القادة. ياخذوا لي حقي. أكيد أكيد إن شاء الله. إذا تبغي الرقم الهاتف ديالك. 66 13 02 86. واخا اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، هذه هي الحاله اللي كانت معنا. جار كيتعدى على الجيران ديالو، هرس الكاميرا ديال الحي مؤخرا، ضرب السيد. ها انتم الصوره اللي امامكم الان، يمكن لك تقربها شويه. ضربوا لعينيه السيد، كيقول بانه مرض بالعصا، بيديه كيترعدوا كيف ما كتشوفوا على المباشر. كنتمنوا السلطات تدخل وتدير حل لهذا النزاع اللي لا استمر لا قدر الله، ممكن شي حد يتهور ويدير شي عمل اللي هو غادي تلام عليه في التالي. فشكرا لك سيدي حيت تحتي القلب ديالك وعاوتينا المشكل ديالك. شكرا لكم ايضا متابعي قناه شوف تيفي على الوفاء ديالكم وعلى التعاطف ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. اذا نتلاقاو دابا شويه في لايف جديد وموضوع اخر للنقاش. الى اللقاء.